الرئيس السيسي يفتتح مركز مصر الثقافي الإسلامي ويشيد بجهود العاملين بالعاصمة الإدارية. خلال لقاء مدبولي، شركة صينية تكشف عن خطط لاستثمار ملياري دولار بإنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلبة. وقمة أوروبية لبحث سبل تعزيز الاقتصاد ومواجهة التضخم المرتفع والاضطرابات المتكررة في سلاسل الإمداد. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة ومفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، البداية ستكون مع الزميل هشام عبد التواب. أهلا بك هشام. أهلا بك دانا، وأهلا بكم مشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة. يعد مركز مصر الثقافي الإسلامي إنجازا كبيرا ومن أبرز المشروعات التي جرى إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة. واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل حول طبيعة المركز الذي يعتبر من أكبر المباني في العالم. وجرى إنشاء المركز الثقافي الإسلامي بأحدث الإمكانيات العالمية ليكون مركزاً بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي أيضاً، ليعد من المراكز الثقافية الهامة في مصر وإفريقيا. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دار القرآنية الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة. كما تفقد السيد الرئيس أروقة دار القرآنية الكريم واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور أسامة الأزهري. هذا وأدى الرئيس السيسي صلاة الفجر أول أيام شهر رمضان المبارك من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك بعد افتتاحه بالمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وفي كلمته بمائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة، توجه السيد الرئيس بالتهنئة لشعب مصر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كما ثمن السيد الرئيس جهود العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وأرجو أن احنا يعني ما نكونش أثقلنا عليكم جميعا يعني، وحرمنا الأسر من سحور أول يوم يعني، لكن كان مهم أوي أن احنا نبقى موجودين مع بعض لمناسبة جميلة زي كده. فكل سنة وانتم طيبين، ودايما أيامنا إن شاء الله تبقى أيام طيبة وجميلة وفيها كرم ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يعني. فمش عايز أعطلك أكتر من كده، لسه هنكمل حاجة تاني. فبشكر طبعا الشباب والإيد العافية اللي بتشتغل وبتعمل الأعمال الرائعة دي على مدى السنين اللي فاتت يعني. ربنا يديكم الصحة وكملوا، وإحنا زي ما أنتوا شفتوا كده، زي ما اتقال أرض كانت يعني كانت صحرا ما فيش فيها حاجة، ولسه شوفوا الدنيا بقت عاملة إزاي بفضل الله وبفضل جهدكم يعني. كل سنة وأنتوا طيبين، تفضلوا تفضلوا. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك في مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد الرئيس السيسي فقرات إنشاد دينية من بعض المطربين احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك. وقدمت مجموعة من الشباب المشاركين في مسابقة الدوم أمام الرئيس السيسي عزفا موسيقيا وفنيا. لجل النبي لجل النبي لجل النبي، دي القعدة حلوة، والنبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي، طيب الصلاة على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي، طيب الصلاة على النبي لجل النبي. تم إنشاء مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية ليكون منارة تعكس المبادئ الصحيحة للدين وسماحته التي تدعو إلى التعايش السلمي
وقبول الآخر وحرية الاعتقاد. المزيد عن مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة في هذا العرض مع الزميل شادي شاش، نتابع. أهلا بكم. منذ فجر التاريخ ومصر ارتباطها بالدين والعبادة لا ينقطع، فأرض الكنانة عامرة بمساجدها التاريخية منها والحديثة، مساجد دائما مفتوحة أبوابها، مرفوعة مآذنها، عامرة بمصليها. واحد من تلك المنشآت هو مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية، والذي تم إنشاؤه ليكون منارة تعكس المبادئ الصحيحة للدين وسماحته التي تدعو إلى التعايش السلمي وقبول الآخر وحرية الاعتقاد. يتوسط مركز مصر الثقافي الإسلامي قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، يحده طريق رقم 11 والمحور الرئيسي وساحة الشعب من جهة الشمال، وطريق محمد بن زايد الشمالي من جهة الجنوب، حيث يقع على هضبة بارتفاع 24 مترا. يقام مركز مصر الثقافي الإسلامي على مساحة كبيرة، ويضم مسجدا يحمل اسم مسجد مصر بالإضافة إلى منطقة الخدمات. كما يوجد بالمركز المكتبة الإسلامية المركزية، ويضم المركز أيضا مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال. كما يحتوي على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار بسعة إجمالية حوالي 3000 سيارة. أما مسجد مصر فتبلغ مساحته أكثر من 19000 متر مربع، حيث يعد أحد أكبر المساجد في العالم، وترتفع مآذنه بطول 140 مترا. ويحتوي المسجد على ثلاثة مداخل رئيسية تعلوها قباب إسلامية بالإضافة إلى مدخل خدمي رابع. ويتكون مسجد مصر من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع تعلوه قبة إسلامية رئيسية وست قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 متر مربعا، وتعلو كل منها قبة إسلامية. كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة. ويضم مسجد مصر مبنى دار القرآن الكريم على مساحة نحو 5000 متر مربع، ويقع المبنى بالكامل تحت مستوى سطح الأرض وتعلو ساحة المسجد. أما بالنسبة لعدد المصلين فإن صحن المسجد يتسع ل 12000 مصل، فيما يبلغ عدد المصلين بالساحة العلوية 40000 مصل، وعدد المصلين بالساحة السفلية 55000، ليبلغ إجمالي عدد المصلين 107000. مشاهدينا، كان هذا عرضا لمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لينضم إلى مساجد مدينة الألف مئذنة، لتظل مصر عامرة بمساجدها. هذا ويعد مركز مصر الثقافي الإسلامي من أضخم المنشآت في العاصمة الإدارية الجديدة، ويقام على مساحة 15000 متر مربع، كما يضم مسجد مصر أحد أكبر المساجد في العالم. المزيد مشاهدينا في العرض التالي.
هذا ويقع مسجد مصر في قلب الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، ويعد من أحد أكبر المساجد في العالم. المزيد عن المسجد في سياق هذا العرض. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن بناء الإنسان كان المحور الأساسي لعمل الدولة، إلى جانب الاهتمام ببناء العمران. جاء ذلك خلال استقباله وفدا فرنسيا يضم سياسيين وكتابا وصحفيين. كما جدد مدبولي تأكيده على أهمية محور بناء الإنسان المصري، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم اللذين يحتلان أولوية كبيرة من الدولة، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بالاستحقاق الدستوري المتعلق بتخصيص نسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاعي الصحة والتعليم. هذا كما أكد مدبولي أن الدولة تستهدف تقديم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة وأن أحد أسباب اتجاه الشباب إلى الأفكار المتطرفة هي المعاناة من الفقر والتهميش. هذا كما استعرض رئيس الوزراء المشروعات التي تبنتها الدولة على مدار الفترة الماضية، فيما وصفه بمحور المشروعات الكبرى. وأضاف مدبولي أنه قبل 8 سنوات كانت المساحة المعمورة في مصر لا تتجاوز 7%، واليوم نحن نتحدث عن مساحات معمورة تصل إلى 12% من إجمالي مساحة الدولة المصرية. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع مسؤولي شركتي تيدا وشي شينغ الصينيتين لاستعراض مشروع انتاج مواسير الزهر وصناعه الصلب، وذلك باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار داخل منطقه تيدا ليتعاون الواقع ضمن نطاق المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. وخلال الاجتماع قال رئيس الوزراء ان الدوله تدعم وترحب بهذا المشروع الكبير، ومؤكدا الحرص على إنجاح هذا المشروع. من جانبه أعرب رئيس شركة تيدا مصر وإفريقيا عن شكره لتذليل أي عقبات تواجه الاستثمارات الصينية والقائمة في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. بينما أوضح رئيس شركة شين شينغ أن الشركة تعتزم استثمار 2 مليار دولار في مصر، وذلك من أجل إنشاء مشروع مواسير حديد الدكتايل وصناعة الصلب، ومتوقعا أن يكون قيمة إنتاجه السنوي نحو 2.6 مليار دولار، مؤكدا أنه باكتمال مرحلتي المشروع ستكون مصر مقرا رئيسيا لإنتاج مواسير الزهر، كما يمكنها تصديرها إلى الأسواق المجاورة.
تواصل القوات المسلحة تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات إلى عدد من المشروعات التنموية العملاقة، استمرارا لحملة شوف بنفسك التي أطلقتها القوات المسلحة لتعريف الشعب المصري بالمشروعات التنموية العملاقة. شوف بنفسك، إنجازات جمهوريتنا الجديدة. وصلت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات لعدد من المشروعات التنموية العملاقة، وده في إطار حملة شوف بنفسك. شملت الزيارات مجمع مصانع أسمنت بني سويف، واللي بيعمل في المقام الأول على توفير احتياجات المشروعات القومية، ويعد علامة مضيئة على خارطة الصناعة المصرية. مبهور جدا من اللي شفناه النهارده، ان احنا كنا بنشوفه على التلفزيون بس، وان احنا قدرنا نشوفه في الواقع. المشاريع دي بصراحه كنت بشوفها في التلفزيون بحجم صغير شويه، فما كنتش متخيل ان هي بالكميه الكبيره دي. انا هنا من بني سويف اساسا، بس ما كنتش متخيل الموضوع كنا بنشوف الكلام ده كله على التلفزيون، بس ما كنتش متخيل ان المكان بالحجم ده او بالروعه دي كلها. بصراحه مجمع المصانع للشركه الوطنيه تسمع عنه، بس ما اعرفش ان هو بالحجم ده ومن احسن المصانع على مستوى العالم لانتاج الاسمنت. كنت بدرس حاجة وجيت شفت حاجة تانية خالص جميلة بجد، فمبسوطة قوي قوي بجد باليوم وبالمصنع. ما كنتش متخيلة المصنع بالجمال والرقي ده، انبهرت قوي. أنا سعيدة جدا لزيارتي لمجمع مصانع الأسمنت الوطنية، جميل جدا. ما كنتش متوقع إن البلد يكون فيها مصنع بينتج حاجة بالجودة دي وبالكفاءة دي. ما كنتش متخيلة إن مشروع زي كده هيتم على أرض مصرية بالنظام ده، وقد إيه هو فعلا فوق الوصف، هو فعلا حلو جدا. وشكرا جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي على حاجة زي كده، طبعا عظيمة جدا جدا جدا. أنا شايفة الحقيقة الانطباع الحلو للشباب وهم طالعين من الزيارة الجميلة دي. أتمنى إن ده يعني دايما يتكرر، علشان نقوي أكتر وأكتر روح الانتماء الجميلة اللي جوه شبابنا لبلدهم مصر. كمان تم تنفيذ زيارات ميدانية لطلبة الجامعات لمجمع الانتاج الحيواني بمدينة السادات، واستمعوا لعرض تفصيلي عن المجمع وآليات العمل به، واللي بيهدف لتنمية الثروة الحيوانية وتوفير فرص عمل للشباب وسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين من اللحوم والألبان. احنا دلوقتي في مجمع الانتاج الحيواني في مدينة السادات. طبعا اللي بنشوفه على التلفزيون بيكون نموذج مصغر، احنا فعلا اللي شفناه في ارض الواقع فوق الهائل فوق الوصف. الصراحه اللي احنا كنا بنشوفه في التلفزيون حاجه، لما جينا هنا على ارض الواقع حقيقي بجد حاجه حلوه جدا ومشرفه. انا مبسوطه جدا ان انا جيت وشفت الحاجات دي وشفت الاجهزه المتطوره على ارض الواقع. فعلا الموضوع يعني على ارض الواقع حاجه مشرفه جدا لمصر والانتاج الحيواني عموما في مصر. فكره ان احنا ننزل على ارض الواقع ونشوف الحاجات اللي بنشوفها في التلفزيون طبعا مختلفه، واكيد احسن بكتير. انا بشوف التلفزيون حاجه، لما جيت هنا لا، فعلا الواقع اجمل واحسن بكتير. احنا هنا في مكان فخر لمصر كلها، واي مصري دايما بنسمع في التلفزيون او على السوشيال ميديا بيقولوا ان دول بره متقدمه. احنا وجودنا هنا بيثبت للكل ان مصر متقدمه اكتر من الدول اللي بره، واحسن الاجهزه هنا على اعلى مستوى. ده يعني حاجه فخر لينا كلنا، وبجد احنا فعلا في عصر الحداثه في مصر. وكمان تم تنظيم زياره طلبة الجامعات لمنطقة توشكا، واللي بتعد ملحمة إنتاجية زراعية تعمل بكامل طاقتها على مدار اليوم دون توقف لتحقيق طفرة زراعية تساهم في توفير المنتجات الغذائية للمواطنين. أنا بحب أشكر القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الرائعة اللي خلت شباب مصر الواعدين يشوفوا الإنجازات على أرض الواقع اللي كنا بنعتبره خيال اتحقق على أرض الواقع. طبعا احنا النهاردة مبسوطين جدا، شفنا بعينينا ولمسنا بإيدينا العظمة اللي بتقوم بها الدولة والمشروعات الجميلة اللي احنا ما كناش بنشوفها قبل كده. فاحنا مبسوطين جدا وبنشكر سيادة الرئيس على دعمه المستمر لطلاب الجامعات المصرية. يعني كنت فاكر انها صحراء، اللي هو احنا رايحين نشوف ايه، طيب احنا هنروح نتمشى في صحراء. ما كنتش متخيل ان انا ممكن الاقي اي حاجه اتفرج عليها او اي انجاز اصلا معمول. لما انا جيت بنفسي هنا وشفت اللي حاصل هنا بعيني، يعني وجهه نظري اتغيرت تماما. لما ابتدينا نشوف المشروع القومي اللي مصر شغال عليه والانجازات اللي متحققه بالفعل قدامنا، يعني وجهه نظري اتغيرت تماما. احنا ما لقيناش صحراء، احنا لقينا انجاز بالفعل بيتحقق، لقينا مشروع قومي مصري فعلا شغال عليه. طبعا حابب اشكر فخامه الرئيس على كم المشروعات اللي تم تنفيذها واللي شفناها بعيننا على ارض الواقع. طبعا حاجه قمه في الخيال ان الصحراء تكون كلها بقت عمار، زراعه، استصلاحات.
بجد بجد حاجة عظيمة وتحيا مصر. انبهرت من الوضع هنا، انبهرت من ان انا ان مصر قادرة تعمل كده، قادرة توفر فرص عمل، قادرة توفر زراعة، قادرة توفر تنقل من الدلتا لهنا، قادرة تعمل تبني وتستصلح اراضي زراعية بمساحة مصر كلها هنا. السوشيال ميديا والانترنت ما كان ظاهر لنا الحاجة دي بالشكل اللي احنا شفناه بشكل واضح. المزرعة بصراحة كانت جميلة جدا وكشفت لنا حاجات كتير، يعني احنا اول مرة نعرفها. شفنا مصر بتتطور، مصر بتتقدم اقتصاديا، واحنا طبعا عندنا مشروع توشكا من اكبر المشروعات على مستوى الشرق الاوسط كله. لا، مصر قادرة انها تعدي، قادرة انها تتقدم اقتصاديا، تتقدم زراعيا، بهنا مشروع توشكا وفي مصر كلها. بعد توجيهات السيد الرئيس طبعا زيارة الجامعات والمدارس لارض توشكا، احنا موجودين هنا بنشوف على ارض الواقع، بنشوف المعلومة صح بعينينا، بنلمس بايدينا تراب مصر. وفي لفتة إنسانية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن اهتمامه بالشباب، اطمن تليفونيا على أبنائه من طلبة الجامعات خلال زيارتهم لمنطقة توشكا، وطلب من الشباب نقل ما شاهدوه من إنجازات لأسرهم وزمايلهم. احنا بنشكر معاليك يا سيد الرئيس، والله العظيم ربنا يوفقك يا رئيس. عليكم السلام. وعليكم السلام. اسمع وهات طيب يا رئيس. واهلا وسهلا فيكم بودكاست. والله احنا شفنا حاجات لسياده الرئيس عينيه فعلا، يعني ما حدش يقدر بعد كده يعمل اشاعات او يقول لا الحاجات ما بتحصلش، احنا لمسنا الحاجات وشفناها. يمكن سياده اللي هو النهارده شرح لنا كل حاجه بشكل مفصل حقيقي. يعني الحمد لله يا فندم. نشكر حضرتك يا سياده الرئيس، نشكر حضرتك جدا، بنشكر حضرتك جدا، وحقيقه عظيمه جدا، والوعي اللي حضرتك يعني كانت مبادره جميله من حضرتك. تحيا مصر. تحيا مصر. فينا فينا. تحيا مصر. تحيا مصر. لينا لينا. بكره اعلى. بكره اعلى. بينا بينا. تحيا مصر. تحيا مصر. زيارات متواصلة بتنظمها القوات المسلحة لتعظيم روح الولاء والانتماء لطلبة الجامعات المصرية للوقوف على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع. شوف بنفسك إنجازات جمهوريتنا الجديدة. بحضور عدد من المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية والمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني ورموز الفكر وعدد من الفنانين ومندوبي الصحف ووسائل الإعلام الوطنية وحتى الأجنبية، قامت وزارة الداخلية بتنظيم احتفالية للإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لعدد 3 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة، 10 من رمضان، 15 مايو وأخميم الجديدة بسوهاج، والتي تم تشييدها وفقا لأعلى المقاييس والمواصفات الدولية المعتمدة خلال فترة زمنية قياسية. استكمالا لما تشهده منظومة السياسة العقابية في مصر من تحديث شامل على الصعيدين الإنشائي والتأهيلي، أعلنت وزارة الداخلية عن بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل 10 من رمضان بالشرقية وأخميم الجديدة بسوهاج و15 مايو بالقاهرة، في احتفالية أقامتها الوزارة بمركز تأهيل وإصلاح 10 من رمضان، حضرها عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء البعثات الدبلوماسية في مصر والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية وعدد من الفنانين والإعلاميين للاطلاع على التجربة الرائدة التي تعلي قيم ومفاهيم حقوق الإنسان. التطوير الذي تشهده منظومة السياسة العقابية في مصر جاء بعد النجاح الكبير لتجربة إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي بدأ منذ أكثر من عام بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون. من خلال المؤشرات الإحصائية والدلائل الرقمية، نجاح برامج الإصلاح التي تم تطبيقها في تحقيق نتائج متميزة في إعادة تقويم شخصية النزيل وتحصينه من الانحراف مرة أخرى بمعدلات فاقت المتوقع لها، الأمر الذي يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح. وشهدت الاحتفالية إشادة من الحضور بنهج الدولة المصرية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والتي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إن هذه الإنجازات التي تحققت وفق على مستويات التقدم العلمي والتكنولوجي والصحي وخلال وقت قياسي ومواصفات عالمية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك النهج الرائد الذي تنتهجه الدولة المصرية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان
تحت القيادة الرشيدة لصاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. نشهد افتتاحات لمراكز تأهيل وإصلاح تتفق والمعايير العالمية لحقوق الإنسان، وهي أيضا خطوة مهمة لتنفيذ الدستور المصري وترسيخا لسياسة جديدة للعدالة الإصلاحية. These new facilities and the ones we inaugurate today are replacing old prisons, which do not have the necessary infrastructure to offer rehabilitation and reintegration programs to inmates. The new facilities mirror a comprehensive approach based on providing a series of fundamental services to inmates, including comprehensive health services and rehabilitation programs. نحن سعداء بالطفرة النوعية التي تحققها وزارة الداخلية في مجال المعاملة العقابية للمحكوم عليهم، والتي تتفق مع الالتزامات الدستورية ومع معايير حقوق الإنسان ومع أفضل الممارسات والتجارب الدولية. هذا الصرح الكبير الذي نفتتح اليوم ما هو إلا سلسلة من المؤسسات التي قامت الدولة بإنشائها وتطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تكفل لنزلائها استثمار فترة عقوبتهم في التدريب والتأهيل. وقد تم اصطحاب الحضور في جولة بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان لتفقد مرافقه ومنشآته الخدمية والتأهيلية، بدأتها بالمستشفى المزود بأحدث التقنيات لتوفير أفضل رعاية طبية للنزلاء التي تم إنشاؤها لتراعي أعلى المعايير المطبقة في مجال حقوق الإنسان. بعد توفير وتهيئة المكان المناسب تأتي النقلة المعنوية، التأهيل المهني والإصلاح النفسي، فهي مراكز إصلاح وتأهيل ليس مجرد أسماء، وإنما هي أسماء على واقع حقيقي في ظل جمهورية جديدة يتم فيها التحول إلى بناء أفضل للإنسان والوطن. النهاردة بنشوف داخل هذه المراكز أعلى مستوى من المستشفيات اللي موجودة لعلاج النزلاء اللي موجودين، تأهلهم لسوق العمل من خلال التدريب على المهن المختلفة اللي موجودة. We see that the vision of Egypt as a country that is respecting the human rights and also the dignity of humanity of our religion. We are very impressed by not only the facilities that we see for the inmates, but also everything that is related to the health, everything that is related to the children, the women inmates. The tour that we are undertaking, I'm seeing modern equipment, modern buildings, and highly professional who are giving us a brief. هذه الصورة من مراكز الإصلاح والتأهيل معبرة عن رؤية مختلفة ورؤية جديدة للدولة المصرية وللجمهورية الجديدة في التعامل مع الإنسان حتى في أشد حالات خروجه على القانون وتجاوزه للحدود. المراكز تعني في المقام الأول الحفاظ على كرامة النزيل، الحفاظ على آدمية النزيل، ودي نقلة نوعية غير مسبوقة في التعامل مع مراكز الاحتجاز في الدولة المصرية. يعني عمل عظيم الدولة بتقوم به، اهتمت بعمل جامع، اهتمت بعمل كنيسة في كل سجن، وده عمل عظيم جدا لأن الغرض هو إصلاح وتأهيل المسجون. الخدمة اللي بتقدم للأم الحامل داخل المركز التأهيل، الخدمة اللي بتقدم للأطفال من دور حضانة أو رعاية، الصحة مهمة جدا للأم النزيلة وصحتها وصحة طفلها كمان يعني في غاية من الأهمية. المنشآت وبرامج التأهيل داخل المركز تعكس مدى الاهتمام الذي توليه مصر لإعداد وتأهيل النزلاء ليتمكنوا بعد ذلك من الاندماج في المجتمع والبداية من جديد، معتمدين على ما تعلموه داخل هذه المراكز. في الحقيقة النموذج اللي احنا بنشوفه ده نموذج رائع جدا، يمكن يندر وجوده في عدد كبير جدا من الدول في العالم. مصر تعتبر رائدة في هذا المجال، وتم إنشاء هذا المركز على أحدث الوسائل العلمية. بعتقد ده بيدي مؤشر مهم جدا إيجابي على تطور مهم بيحصل في مصر بشكل أساسي في السنوات الأخيرة. نظام بيجيتي
les centres de soins, les centres psychiatriques, c'est vraiment à la norme. C'est vraiment une bonne expérience. Il n'y en a pas de mots pour vraiment qualifier ça. اطلع الحضور على المنظومة الإنتاجية التي يوفرها المركز لتوفير مصدر عمل ودخل للنزيل ولتلبية احتياجات مراكز الإصلاح والتأهيل مع طرح المنتجات عبر منافذ مخصصة لذلك. This is my first time to see centers like this. I understood there are already three in Egypt and I was really impressed. This is something I've never seen really in my life, only maybe on TV. The way it is equipped, the way it is designed, the way inmates are treated here. كما شملت الجولة زيارة لمجمع المحاكم داخل المركز. مراكز الإصلاح ما بقتش مجرد مكان لاحتجاز النزيل، لكن أيضا بقى فيه محاكم ملاصقة لمركز الإصلاح بحيث إن النزيل ما يبقاش فيه أي إرهاق عليه في نقله من مركز الاحتجاز إلى المحكمة. المحكمة مش داخل مركز الاحتجاز أو داخل مركز الإصلاح. المحكمة ملاصقة له في مكان منفصل وتتبع وزارة العدل. إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة يؤكد الرؤية المصرية في مجال حقوق الإنسان التي تواكب الجمهورية الجديدة بما يراعي كرامة المواطن وإنسانيته حتى لو كان يقضي عقوبة. نظمت أكاديمية الشرطة احتفالية لاستقبال الطلبة والطالبات الجدد المقبولين للالتحاق بها للعام الدراسي الحالي، وتسعى أكاديمية الشرطة لتحقيق الجودة في كل العمليات والبرامج المنفذة وإنشاء نظام فعال يرتقي بالعملية التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية أيضا. بما بينا يا بلدي وكلنا متفقين من أول يوم والآخر يوم واليوم الدين دايما جاهزين. أكاديمية الشرطة تتفرد بين مثيلاتها في إعداد الكوادر الأمنية محلياً ودولياً لإخراج ضابط شرطة عصري قادر على مواجهة التحديات الأمنية متسلحاً بما اكتسبه من احترافية خلال فترة دراسته بالأكاديمية. دايماً جاهزين اطمني دايماً أولادك يا بلدنا شباب. وتحرص الأكاديمية على انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين للالتحاق بها من خيرة شباب الوطن بكل حيادية وموضوعية. ويا مصر اطمن وانت بتمشي في كل مكان، أنا عيني عليك، أنا هدفي إن أنت تعيش في أمان. وقد نظمت الأكاديمية احتفالية للمقبولين للالتحاق بها للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من طلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها وخريج كليات الحقوق ذكور وإناث وخريجات التربية الرياضية والتخصصات الجامعية المختلفة، وسط فرحة كبيرة من أهالي المقبولين. كان أمنية حياتي وأمنية حياة حسام إن هو يعني ربنا يكرمه ويدخل، وربنا الحمد لله حقق له أمله، فالحمد لله والشكر لله. وده كان حلم وحلم حياته، ولو كان معايا 10 من الصبيان كنت قدمتهم. إحساس جميل إن أنت تحس إن حلم بيتحقق قدامك وإن ابنك بيوصل لحاجة هو نفسه فيها وأمل هو عايز يحققه. فرحانة جدا، بتمنى له كل خير هو وزمايله، وبقول يا رب يوفقهم بإذن الله. مع كل خطوة يخطوها الطلاب المقبولين إلى داخل أكاديمية الشرطة سيتغير معها مجرى حياتهم إلى الانضباط في ضوء برامج تدريبية وعلمية ستطبق عليهم خلال فترة الدراسة لإعدادهم الإعداد الأمثل لحمل مشعل الأمن والأمان. كنت طالب في الثانوية العامة وجبت 93.4 ودخلت كلية الطب القصر العيني، الحمد لله ربنا حقق لي حلمي والتحقت بكلية الشرطة. أنا أول ما سمعت إن كلية شرطة طلبت تخصص حقوق اخترعت إن أنا أقدم وهيأت نفسي بدنيا ونفسيا. دايما جاهزين اطمني دايما أولادك يا بلدنا شباب، وعيوننا بتسهر على راحتك وعلى استعداد دايما جاهزين. لا يخلو حديث الطلاب والأهالي من تأكيد على فرحتهم بحلم تحقق لهم بالالتحاق بكلية الشرطة بعد اجتياز كافة الاختبارات المحددة واعتزازهم بالانتماء لهذا الصرح الأمني المتميز. مش قادر أوفر الإحساس اللي أنا فيه. كلية الشرطة منبع الشهامة، الكلام ده أنا بقوله لأني جربته في ابني وهو بيستشهد.
اتعلم الكلام ده هنا، الرجولة والوطنية اتعلمها في المكان ده. أنا مبسوطة جداً إن أندرو دخل كلية الشرطة لأنه هو شاب مكافح، فخورة إنه هو هيخدم وطنه وهيخدم بلد، ومصر حلوة خالص بولادها. دايماً جاهزين اطمني دايماً أولادك يا بلدنا جلال، وعيوننا بتسهر على راحتك وعلى استعداد، دايماً جاهزين. وقد أعدت كلية الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة لإعداد الطلبة الجدد الملتحقين بها للانخراط في الحياة الانضباطية الجديدة، وبما يؤهلهم عقب تخرجهم لحمل رسالة الأمن السامية بكل احترافية. ويا مصر اطمن وانت بتمشي في كل مكان، أنا عيني عليك، أنا هدفي إن أنت تعيش في أمان، أمنك وأمانك عهد علينا إحنا أخدناه، دايماً جاهزين. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء تقريراً تناول خلاله موضوع الحماية الاجتماعية على المستويين العالمي والمحلي في ضوء الأزمات العالمية. هذا وأشار تقرير إلى سعي دول العالم جاهدة من أجل توفير أنظمة حماية وأطر تشريعية واضحة للحماية الاجتماعية بغرض حماية مواطنيها وحتى مساعدتهم على مواجهة الأزمات والصدمات. وعن وضع الحماية الاجتماعية في مصر، فقد وفرت الحكومة حزمة كبيرة من التدابير من أجل توفير سبل حماية اجتماعية للأسر والأفراد المصريين إيماناً بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالي قيمة المصروفات على برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة نحو 293 مليار و400 مليون جنيه خلال عام 2022-2023 بنسبة زيادة بلغت نحو 34.1% مقابل عام 2013-2014. يناقش قادة الاتحاد الأوروبي اليوم سبل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي في ظل مواجهة الكتلة عدة ملفات صعبة مثل معدل التضخم المرتفع وزيادة تكلفة الطاقة والاضطرابات المتكررة في سلاسل الإمداد.
ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد مقترحات للسماح بزيادة المساعدات الحكومية للشركات ليتمكن الاتحاد الأوروبي من منافسة الاقتصادات الرئيسية الأخرى في التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون. كما سيناقش قادة الاتحاد أيضا الأزمة الروسية الأوكرانية بعد اتفاق الاتحاد على خطة لتقديم 1,000,000 طلقة من ذخيرة المدفعية إلى أوكرانيا خلال 12 شهرا المقبلة. تعطلت خدمات القطارات وأغلقت بعض المدارس، بينما تراكمت القمامة في شوارع فرنسا في إطار اليوم التاسع من الإضرابات على مستوى البلاد ضد مشروع قانون لا يحظى بشعبية كبيرة لرفع سن التقاعد. هذا وكانت معظم الاحتجاجات سلمية، لكن الغضب تصاعد منذ أن دفعت الحكومة مشروع القانون في البرلمان دون تصويت الأسبوع الماضي. وشهدت الليالي الماضية مظاهرات عفوية في باريس ومدن أخرى، حيث اشتعلت النيران في صناديق القمامة وحدثت اشتباكات مع الشرطة. يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة رسمية إلى كندا اليوم، تعد هي الأولى له إلى هذا البلد. وخلال زيارته سيلتقي الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السيدة الأولى والعديد من المسؤولين رفيع المستوى بمن فيهم وزير الخارجية ووزير المالية. وبحسب البيت الأبيض، يعتزم بايدن خلال زيارته التأكيد على التزام واشنطن بالشراكة مع أوتاوا وتعزيز التعاون في زيادة الأمن المشترك وتنفيذ الأهداف الديمقراطية. كما ستتطرق المباحثات مع ترودو حول الهجوم لدعم أو الجهود لدعم أوكرانيا وتعزيز الضغط على روسيا بواسطة العقوبات وقضايا التجارة والهجرة وتغير المناخ وغيرها. قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي أمام لجنة برلمانية إن البنك حذر المنظمين الأمريكيين من تراكم المخاطر في بنك سيليكون فالي قبل انهياره بفترة طويلة. وأضاف أن بنك إنجلترا كان متخوفا من مخاطر تداخل العملاء بين سجلات الإقراض والإيداع الخاصة بسيليكون فالي بنك في فترة تتراوح ما بين 18 و 24 شهرا قبيل قرار مصادرته من قبل المنظمين الأمريكيين، ومشيرا إلى أن الذراع البريطانية لبنك سيليكون فالي فقدت نحو ثلث قاعدة الودائع بعدما سيطر المنظمون الأمريكيون على شركته الأم. هذا وتسارع معدل التضخم السنوي في بريطانيا بشكل غير متوقع خلال فبراير الماضي مع الزيادة الجديدة في أسعار المواد الغذائية نتيجة نقص الخضروات. وقال مكتب الإحصاءات بالمملكة المتحدة إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 10.4% في 12 شهرا حتى فبراير، ارتفاعا من 10.1% في يناير السابق. قرر البنك المركزي السويسري رفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي في البلاد. رفع البنك معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة ليصل إلى 1.5% كما كان متوقعا، وذلك مع ارتفاع التضخم خلال فبراير الماضي بأعلى كثيرا من مستهدف المركزي السويسري. ذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أنه إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها فسوف يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة ومكانة الدولار كعملة احتياطية. وقالت يلين خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن ذلك سيكون إخفاقا لحكومة الولايات المتحدة الأول منذ عام 1789، وسيؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها البلد الأكثر أماناً.
رياضيا، يواصل المنتخب الوطني تدريباته بقيادة البرتغالية روي فيتوري استعدادا لمباراة مضيفي منتخب ملاوي يوم الجمعة في الجولة الثالثة لتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار. هذا ومن المقرر أن يلعب المنتخب الجولة الرابعة أمام مضيفه يوم 28 مارس الجاري. يواصل المنتخب الجزائري تدريباته استعدادا لمواجهة النيجر اليوم في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، ويحتل الجزائر صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين أمام أوغندا وتنزانيا على بعد 4 نقاط من أقرب ملاحقيه. ومن المقرر أن تلعب الجزائر الجولة الرابعة أمام النيجر يوم 27 من مارس. ويستضيف المنتخب الإيطالي نظيره الإنجليزي اليوم في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية. ستقام المباراة في 10:45 مساء على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا منتخبات أوكرانيا ومقدونيا الشمالية ومالطا. ويواصل المنتخب الهولندي الاستعداد لمباراته الافتتاحية في تصفيات المجموعة الأوروبية الثانية المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي سيخوضها الجمعة في باريس ضمن المنتخب أو ضد المنتخب الفرنسي. وستكون المباراة أول لقاء المدير الفني كومان في فترته التدريبية الثانية للمنتخب الهولندي. وصل المنتخب البلجيكي تدريباته استعدادا لمواجهة السويد الجمعة في الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة والمؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024. ستكون مباراة السويد هي الأولى للمنتخب البلجيكي في عهد مدربه الجديد والذي حل بديلا عن المدرب السابق روبرتو مارتينز. ويواصل المنتخب الإسباني تدريباته استعدادا لمباراته ضد النرويج في الجولة الأولى يوم السبت المقبل لتصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024. ويحل المنتخب الإسباني في المجموعة الأولى مع منتخبات النرويج وقبرص واسكتلندا وجورجيا. يواصل منتخب البرازيل لكرة القدم تدريباته في طنجة استعدادا لمواجهة المغرب في مباراة ودية. ولم يعلن الاتحاد البرازيلي بعد عن هوية الشخص الذي سيتولى التدريب خلفا للمدرب السابق والذي تنحى من المنصب بعد الخروج من مونديال 2022. سوف يتولى مدرب منتخب الشباب تحت 20 عاما رامون ميزيس الإشراف على هذا المنتخب البرازيلي في المباراة الودية. توفيت الإذاعية فضيلة عبد العزيز المعروفة بأبلة فضيلة عن عمر يناهز 94 عاما، والراحلة هي من مواليد 4 يناير عام 1929، وتعد أشهر من قدم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية. تخرجت أبلة فضيلة في كلية الحقوق، وكانت بدايتها في الإذاعة بقراءة النشرة، وبعد تدريب وعمل على مدار 6 سنوات انتقلت للعمل في التلفزيون.
بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام ونهاية هذه الجولة الإخبارية، وهذه تذكرة بأهم ما جاء في هذه النشرة من عناوين. الرئيس السيسي يفتتح مركز مصر الثقافية الإسلامي ويشيد بجهود العاملين في العاصمة الإدارية. خلال لقاء مدبولي، شركة صينية تكشف عن خطط لاستثمار ملياري دولار بإنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب. وقمة أوروبية لبحث سبل تعزيز الاقتصاد ومواجهة التضخم المرتفع والاضطرابات المتكررة في سلاسل الإمداد. ولمزيد من الأخبار مشاهدينا، يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. كنا معكم في هذه النشرة الإخبارية، الزميلة دانا مدحت وأنا هشام عبد التواب. إلى اللقاء.